الله يعطيكم العافية. قبل كم يوم كنت بتناقش مع واحد من زملائي المدربين المحترمين اسمه كابتن أحمد شاهين عن موضوع تمارين المحرمة دوليا، واتفقنا انه اعمل فيديو عن هذا الموضوع. اولا يا اخوان انا بدي اعرف لجنة التحريم هاي وينها؟ وينها؟ اذا موجودة عرفوني عليها. ما في اشي اسمه تمرين محرم دوليا، ما في اشي اسمه لجنة تحريم تمارين، اوكي؟ في اشي اسمه اجتهاد مدرب. كيف المدرب بيجتهد؟ المدرب بيجتهد انه يعرف انه هذا بناء على شو ما درسنا وشو حللنا من علم البايوميكانيكس، من المصل فسيولوجي، من التشريح الالياف العضليه، من كيف كل عضله بتشتغل، بناء عليه احنا بنقدر كمدربين نعرف انه هذا التمرين حيفيدك، هذا التمرين هل فعلا راح يفعل يعمل اكتيفيشن للعضله، وهذا التمرين بس منظر على الفاضي، اوكي، وهذا التمرين راح يؤذيك. بناء على ايش نيجي نحكي؟ اولا اذا انت عندك مرونه كافيه بالمفاصل، اذا في تمارين راح تتناسب معك مش راح تتناسب مع غيرك. اللي غالب الناس ما عندهم مرونه بالمفاصل، يعني نجي نحكي عن السحب العلوي من اعلى اللي بتسموه او اللاتس بول داون خلف الراس. هذا التمرين اكثر الناس تحكي عنه محرم دوليا، بس ستيل بنشوف ناس بتسويه. ليش؟ لانه عندهم مرونه، وفي ناس بتسويه لانهم تنحين، اوكي. بس الدراسات اللي على هذا التمرين انه لو سحبت من امام الوجه او من خلف الراس حيعطيك نفس العضله المستهدفه، راح يفعل نفس العضله. فلما تعمله خلف الراس اذا انت عندك مرونه ضعيفه في المفاصل، اذا عندك الروتيتر كف تعبان، فانت راح تاذي، راح تعمل اصابه لنفسك وغير الناس اللي بتضربه في رقبتها، تمسك البار تضربه في الرقبه ضرب، فانت راح تاذي العمود الفقري، اوكي. فخلص اعمله من الامام حيعطيك نفس النتيجه. ليش التناحى هون؟ الدراسه هيك بتحكي. لما نيجي نحكي احنا عن الشولدر بريس بيهايند ذا هيد خلف الراس، الضغط الشولدر بالبار، اوكي، ومن الامام. هسه من الخلف حنقدر نستبدله في تمارين ثانيه، فانه ليش نخاطر؟ خصوصا انا زي ما قلت لكم اغلب الناس عندها ضعف او مرونه المفاصل عندها مش 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 كافيه. ليش؟ لانه ما حدا بيعمل تمارين موبيليتي للمفاصل، كله بيحمي على التريدميل وبفوت على التمرين مباشره. فانه لا، استبدله بتمارين امن. نيجي نحكي عن واحد عنده مفصل الهب الحوض مش مرن، مش قوي، مش بجلس لساعات طويلة، ما عمره تحرك، فهذا لما تيجي تعطيه سكوات حيصير شكله زي العنكبوت وهو بنزل وبيطلع. فهذا لا، أول شيء بنشتغل له على مرونة المفصل الهب، أوكي. حدا الكور عنده ضعيف، الكور اللي أسفل الظهر مع البطن، هاي التمارين ضعيفة جدا، فما راح نعطيه سكوات، لا، ما راح في تمارين ما راح نعطيه إياها، ما راح نعطيه شولدر بريس وهو واقف مثلا، أوكي، لنقوي له اول شيء منطقه الكور، اوكي. فعشان هيك حنمنعه من تمارين، بس هاي التمارين مش ممنوعه دوليا صارت، ولا ممنوعه فور جود، لا، هذا بنعدل له المشكله بعدين بنفوت بالتمارين هاي. ويفضل للمدربين يعرفوا هاي المعلومه، ما تخلي شكلك مضحك انت يا كوتش وانت عم تجبر لاعب يعمل سكوات وهو مش عم بيعرف يعمل سكوات، اوكي، لانه عنده مشكله بالمفاصل، انت لازم تعدل له اياها في البدايه، اوكي. نيجي نحكي عن التمارين اللي مثلا انا واحد من الناس اللي منعتها، في كثير مدربين بيمنعوا تمارين مثلا تمرين البطريق، لما تمسك الوزن وتصير تعمل زي البطريق كميني بيسار. والمصيبه لما انت تتخالف كل اللوجيك والرياضيات والفيزيكس، لما تمسك نفس الوزن من الجهتين وتصير تعمل يمين شمال، طب ما هو وزن بلغي وزن، لوجيك يعني ما استفدت. ولما تمسكه من جهه واحده وتشيل، طب ما انت عم تكبر الخصر. احنا الهدف انه نجمل الخصر، الخصر الصغير حلو، نعمل عضلات الريش الاوبليكس، انت بتروح بتمسك من جهه واحده بتصير تعمل زي هيك وتكبر العضله، بتصير ثيك، بتصير شكلها مش حلو. فعشان هيك منعناه، حكينا ما له داعي، اوكي. اذا انت حاب شكل خصرك يصير معوق، لا اعمله، مش ممنوع عليك يا سيدي. نيجي نحكي عن تمرين اراوند ذا وورلد حول العالم تبع ارنولد. انا شخصيا اتجرأت وحكيت انه غلط، مع انه سايمون باندا بيعمله، بس شو بيهمني لو مين ما يعمله؟ هو غلط، لا يستهدف الصدر ولا وما بشغل الصدر. بس هل في لجنه تحريم دوليه منعته؟ لا. انا اجتهادا مني واستندت على شو درست وحكيت لكم
الصدر بيشتغل على حركات الدفع وحركات العزل، الصدر بيشتغل على انه يدفع عكس الجاذبية، او الوزن يكون عكس قوة الوزن عكس الدفع تبع الصدر، الالياف العضلية تبع الصدر اتجاهها كالاتي، فعشان هيك التمرين مش مفيد. اوكي، البول اوفر اوفر هيد الدمبل لما تنام وتمسك من ورا وتسحب لقدام صدرك وتشد على صدرك وانت مفكر انك بتشغل الصدر، لا ما بيشغل الصدر ولا له علاقة بالصدر، هذا ميلي للظهر اوكي لللاتس بس ما له علاقة بالصدر، وراح تضيع وقتك على الفاضي بصراحة، وهذا اجتهادا مني كمان. في كثير مدربين راح يأيدوني، في كثير مدربين ما راح يأيدوني. اللي ما راح يأيدني ليش؟ شو استناده دليله العلمي؟ انه كاي جريني بيعمله. مين هو كاي جرين؟ بطل كمال اجسام نازل يرقص ليل نهار، اخر شيء مش مهم شو برقص شو بيعمل، بس هو بطل كمال اجسام، عنده جينات، زاد 40 كيلو بسنة واحدة، هذا عنده جينيتكس، فأي إشي بيسويه يعني يمكن لو يعمل زي هيك يطلع العضل بأصبعه. فما تيجي تحكي لي والله إذا كاي بيعمله فهو صحيح، لا، ما هالأبطال هدول هم مش مدربين، هم أبطال. أوكي، نيجي نحكي عن شو كمان تمارين زي إيش. حكينا عن تمارين أراندا، وفي كثير تمارين أنا غلطتها عندي بالأكاونت، فيكم تفوتوا وتشوفوها، ولكن بالنهاية هو اجتهاد شخصي بناء على شو درسنا، وبنشرح لكم شو درسنا وشو الدراسات بتحكي، يعني كمصر فيسيولوجي كبيوميكانيكس بناء عليك شفنا انه هذا التمرين المتداول هو تمرين خاطئ، فيفضل انكم ما تسووه، بس ما حرمنا دوليا. هذا بالنسبة لموضوع التمرين محرم دوليا، اسف على الإطالة، حاولت اشمل قد ما بقدر، وشوفكم فيديوهات ثانية ان شاء الله.